أهلاً وسهلاً بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من ضيف المعرض، من هنا من رواق وكالة المغرب العربي للأنباء وقناة M24. يسعدني ويشرفني أن أستضيف في هذه الحلقة معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. دكتور أهلاً وسهلاً بك في هذه الحلقة. أهلاً وسهلاً بكم، وأنا سعيد جداً أن أكون ضيف لوكالة الأنباء المغربية. ونحن أسعد دكتور، شرفتنا بهذا اللقاء. قبل كل شيء طبعا نحن نعيش هذه السنة يعني معرض دولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط على خلاف الدورات السابقة، كيف وجدتم هذا المعرض؟ حقيقة أنا سبق وأن شاركت أيضا في وشاركت الإيسيسكو في المعرض الدار البيضاء للكتاب والنشر، ولكن ما رأيته حقيقة في هذا المعرض اختلاف كبير جدا من ناحية دور النشر، نوعية النشر، نوعية الكتاب، وأيضا في مشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات المغربية في هذا الجناح، جناح متميز، الأجنحة حقيقة والمعرض متميز في محتوياته وعروضاته. نعم، هناك طبعا اختلاف في نتحدث عن أناقة المعرض هذه السنة ونتحدث عن وجوده بمدينة الرباط عاصمة الأنوار، وقد أطلقتم قبل أسابيع الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. دكتور طبعا عشنا يعني انطلاق فعاليات هذه السنة في مسرح محمد الخامس، وقد كنت في كلمتكم قصيدة مدح في هذه المدينة عاصمة المغرب. صحيح، ولله الحمد الرباط حظيت بأن تكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وبوركت أيضا برعاية ملكية سامية. نعم. من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا يتيح أيضا فرصة كبيرة جدا لأن تظهر الرباط ما لديها من كنوز ومن تراث ومن معالم، سواء كانت تاريخية أو غير ذلك، مادية وغير مادية، ولكن ما يثلج الصدر حقيقة ويعتز ويفتخر الإنسان به عندما يكون في الرباط هو ذاك الغنى الكبير جدا في جانب التأليف والنشر والترجمة، وهذا ما يميز الرباط حقيقة عن كثير من المدن الأخرى. ما أريد أن أقول بأن الرباط تستحق بأن تكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، فهي مقر منظمة الإيسيسكو، وأيضا هي مقر ل كثير من روافد الأدب والتراث والتاريخ العريق. نعم. فهي أغنية الأطلسي كما يقال، وهي زهوة الدنيا، وهي بجمالها بروعتها بكل ما تحويه. نعم دكتور، أطلقتم بهذه المناسبة الإعلان الرسمي عن الرباط عاصمة لطبعا الثقافة في العالم الإسلامي، مشروع يعني العديد من البرامج التي ستنزلها منظمة الإيسيسكو، ما هي طبيعة هذه البرامج دكتور؟ برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي نحن قمنا بتجديده وتطويره وتحديثه. نعم. وأخذنا من الرباط بأن تكون هي الانطلاقة لهذا البرنامج الجديد. هناك برامج متعددة سواء كانت على المستوى الأدبي، على المستوى التراثي، على المستوى الثقافي، على المستوى العلمي، وحتى على مستوى المرأة ومستوى الطفل. لدينا ندوات كثيرة جدا، مؤتمرات، وأيضا ما يتعلق بالفن الإسلامي سواء كان الفن التشكيلي، الخط العربي، الجمعيات التعاونية من خلال الصناعات التقليدية، كل ذلك دخل ضمن هذه البرامج التي نحاول جاهدين بالتعاون مع وزارة الثقافة. نحن مع وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والثقافة. نعم. والتواصل، هناك تعاون وثيق وشراكة كبيرة جدا. نعم. وليس يعني أقل من ذلك، وهذا المعرض الذي نحتفي به، وأيضا بعض المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي
نقيمها وأقمناها وسنقيمها إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. طبعا في إطار هذه الشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، دكتور، هل ستبقى هذه البرامج محصورة داخل فضاء السيسكو أم ستخرج إلى فضاءات ثقافية أخرى؟ بالعكس، هناك عدد من البرامج التي ستقيمها الإيسسكو داخل فضاءات الإيسسكو، ولكن هناك برامج قدمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل خارج الإيسسكو، وهناك أيضا برامج من الجمعيات التي جمعية رباط الفتح، جمعية أبي رقراق، ذاكرة الرباط، كلها هذه تقوم بكثير من البرامج والأنشطة، وأيضا المكتبة الوطنية، أرشيف المغرب، أرشيف المغرب. نعم. ولله الحمد عدد كبير جدا من البرامج والأنشطة التي تقوم بها بعض المؤسسات من أجل أن تكون ضمن هذه الاحتفالية الرباط عاصمة الثقافة. جميل. ندعو أيضا سواء كانت المؤسسات والجمعيات الأخرى من خارج الرباط لأن تشارك في هذه الاحتفالية وتظهر ما لديها، سواء كانت من طنجة، من الصويرة، من دار البيضاء، من آسفي، أي بأن تكون أيضا تقدم ما لديها في هذه الاحتفالية ليكون هناك تشارك وتوأمة بين المدن المغربية. إذن هذه دعوة دكتور لكل يعني مدن المغرب أن تشارك في هذه التظاهرة، وخصوصا أنها تهدف بالأساس إلى صون الذاكرة الجماعية لمدينة الرباط عاصمة الأنوار، كمان يحلو لنا أن نردد دائما. صحيح. دكتور، في مجال آخر، أنتم طبعا قادمون من مجال العلم، فأنتم دكتور متخصصون في مجال الحساسية والمناعة، وأنتم قد نلتم من جامعة هارفارد ماجستير في مجال الإدارة. هذا العالم يعني البعيد جدا عن عالم الشعر، ولكنك شاعر بالأساس وتتحفنا كل خميس على موقع تويتر بخماسية أو ما سميتها بخميسيات، كل خميس بخمس يعني قصائد كل خميس. حدثنا عن هذه الرياضة الروحية التي تمارسها دكتور. الشعر موهبة من الله. نعم. سبحانه وتعالى، ولا أقول بأنني شاعر متمكن، ولكن أنا أحاول قدر ما أستطيع أن يعني أمنح أو أعطي لنفسي فرصة لكتابة بعض الأبيات التي دائما ما أحاول أن أضيف عليها شيئا من الحكمة، وهي تخالج أيضا النفوس وتحكي أيضا ما يعانيه بعض، سواء معاناة لزملاء، لأصحاب. أحاول جاهدا بأن تكون الحكمة حاضرة. نعم. وأحاول دائما أيضا بأن تكون للأم، للمرأة، للطفل، للأخت، للأبناء نصيب من ذلك. بدأتها ولله الحمد منذ 8 سنوات ولا زلت مستمرا فيها، وأعتقد بأن ولله الحمد هذه الممارسة الروحية أعطتني قرب أيضا من عدد كبير جدا من المتابعين لي. نعم. سواء من خلال تويتر أو من خلال الفيسبوك أو من خلال واتساب وكل. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي. أرجو من الله أن تكون نافعة وخالصة لوجهه تعالى، وأن أكون قدمت فيها ما يرضي الله ويرضي أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضي أيضا كل من أعزهم ويعزهم إن شاء الله. ونحن بدورنا نشكرك على كل ما تجود علينا به من جميل القصائد. دكتور، إذا ما تحدثنا عن الحركة الثقافية في السعودية، كيف يمكنك أن تصف لنا هذه الحركة الثقافية، إن على مستوى طبعا النشر وإن على مستوى كذلك المهرجانات والملتقيات الوطنية والدولية؟ حقيقة هناك حركة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، يقودها سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأيضا سمو الأمير بدر بن عبد الله الفرحان. وزارة الثقافة أخذت على عاتقها رؤية جديدة، وضعت بأن الثقافة هي هوية للشعوب. نعم. غيرت من هيكلتها وغيرت أيضا من منهجيتها، فهناك حراك ثقافي حضاري كبير جدا في المملكة العربية السعودية. قفزت فيها المملكة العربية السعودية في هذا المجال قفزات نوعية حقيقة. أرجو من الله أن يوفق سبحانه وتعالى القائمون على هذا العمل وعلى هذا الجهد،
ولكن على سبيل المثال كان هناك العام الماضي ما يتعلق بالخط العربي، وكان عام للخط العربي في المملكة العربية السعودية، نعم، مما أتاح لتسجيل الخط العربي في قائمة التراث في العالمي. وهناك أيضا مناشط كبيرة جدا، وكل ما يتعلق في تسجيل التراث، نعم، المادي واللامادي، وحقيقة تقدمت المملكة العربية السعودية في هذا المجال بشكل كبير جدا. نعم. كل الشكر للقائمين، وأرجو إن شاء الله أن يكون هناك أيضا تعاون وثيق بين المملكتين في المجال الثقافي، نعم، لما تتمتع به المملكتين من ثراء كبير جدا حقيقة، في وكنوز تراثية، سواء كانت في الأدب، في الرواية، في القصة، في الشعر، نعم، في الفن، في الطرب، صحيح، كل ذلك. صحيح دكتور، ولا أدل على ذلك مما الآن يقام بالإيسيسكو من أنشطة، ما لنا إلا أن نفتخر ونعتز بها. وقبل قليل ذكرتك طبعا على سبيل الذكر فقط، على سبيل المثال، الندوة التي أقيمت مع الدكتور فؤاد العروي، وتحضر كذلك فرنكوفونيا. صحيح. هذا التنوع. صحيح. وهذا يعني هذه الشمولية في البرامج نتمناها طبعا دائما زاخرة في منظمة الإيسيسكو. أنا أريد أن أذكر شيء آخر، قبل 3 أيام كان هناك لقاء صحفي للإعلان عن افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي سيقام إن شاء الله في مدينة الرباط. جميل. في مقر الإيسيسكو، وحظي برعاية سامية مولوية من جلالة الملك محمد السادس نصر. جميل. الله، هذا المعرض ولأول مرة يخرج من المدينة المنورة. الله. ستكون إن شاء الله المحطة الأولى له الرباط. هنا بالرباط. هناك شراكة ثلاثية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابط المحمدي للعلماء، ولكن أيضا سيجسد هذا المعرض مدى التقارب الكبير. نعم. والحرص من الحكومتين في كل ما يتعلق في الجناب النبوي. نعم. هذا المعرض يتكون من 19 جناحا، وهو أيضا يحاكي الجيل الجديد بكل ما يريده الجيل الجديد، لأن هناك تطبيقات الذكاء الصناعي دخلت في هذا المعرض بشكل كبير جدا. هناك عدد كبير جدا من الشاشات التفاعلية التي تمنح الزائر الغوص بعمق في السيرة النبوية، وكأنك تعيش وكأنك ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته ومعيشتهم، ويجسد كثير من القيم الحضارية التي يتمتع بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا المعرض أنا أعتقد بأنه سيكون نقطة انطلاقة كبيرة جدا أيضا للإيسيسكو، وأيضا الهوية الإسلامية. نعم. وكل ما يتعلق في شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما كما يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ذلك يجسد في هذا المتحف الذي إن شاء الله سيعطي روحا جديدة أيضا لمدينة الرباط ولمنظمة الإيسيسكو. شكرا جزيلا معالي الدكتور، ونحن فعلا سننتظر هذا المتحف بفارغ الصبر لنقف على جمالية هذا البرنامج المتميز بكل تأكيد. شكرا لك. شكرا. على حضورك معنا في M24 وفي وكالة المغرب العربي للأنباء الدكتور. كل الشكر والتقدير لكم، وأرجو إن شاء الله أن نكون وفقنا وعند حسن ظنكم إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا. هذه نهاية هذه الحلقة من ضيف المعرض، أجدد الموعد معكم في حلقة قادمة من هنا من رواق وكالة المغرب العربي للأنباء وقناة M24.